السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الجزء الثاني من أسرار صناعة البي سي بي. إن شاء الله هنتعلم مع بعض في الجزء ده صناعة البي سي بي الدبل لاير، وهنتعلم كمان مع بعض أسلوب جديد لصناعة السولدر ماسك، وهنعرف إزاي نطلع تراكات عرضها 3 من 10 مليمتر بدون أي مشاكل. التريل دي تقدر تعمل لها تكرار لتصنيع عدد من البرد وتطلع معاك نفس النتيجة. يلا نبتدي. في البداية بحب أشكركم على التفاعل على الفيديو اللي فات، وجات لي أسئلة كتيرة جدا في الكومنتات، وفي ناس اتصلت بيا تسألني على بعض الحاجات الفنية في صناعة البرد. إن شاء الله أحاول أجاوب عليها كلها في الفيديو ده. أنسب طريقة لقطع الـ FR4 هو المنشار الدائري بسلاح قطع سمكه حوالي 8 من 10 مليمتر مصنوع من الألماس. ترسم على البوردة بتاعتك خطوط القطع وتحط الجايد على المنشار وتبتدي ان انت تتحرك في اتجاه افقي ورأسي لغاية لما تاخد القطع بتاعك عدل ومظبوط. خلي بالك من صبعك واستخدم دايما الفاكيوم كلينر عشان الاتربة اللي بتطلع من القطع بتكون مضرة. وانسب طريقة لقطع الـ FR2 هو ان احنا نستخدم ظهر الكتر ونحز البوردة من فوق ومن تحت كذا مرة، وبعد كده بنثبت البوردة على حافة الترابيزة، وبعد كده بندوس عليها جامد وهي بتتكسر لوحدها. والقطع البرد الغير منتظمة بنستخدم مكنة CNC بينتج حرف رفيع كده نتيجة قطع البوردة باستخدام المنشار الدائري. عشان نشيل الحرف ده بنستخدم ظهر القطر وبنحك الحرف البوردة من فوق ومن تحت عشان احنا طبعا شغالين دبل لير. ممكن نزود معلومة في موضوع قطع البرد. لو احنا عايزين نقطع برد بكميات كبيرة ممكن نستخدم مقص كبير زي مقص قطع رزم الورق. ده مقص بيبقى فيه سلاح من الستانلس بينزل مرة واحدة ويقص البرد. الميزة في الموضوع ده ان هي ما بتطلعش غبار القطع ده بيبقى كتير، وفي نفس الوقت بتكون طريقة سريعة في الماس برودكشن. المرحلة الجاية هي مرحلة مهمة جدا، وهي تنظيف برد النحاس من اكسيد النحاس. بنستخدم في ده ملمع النحاس مع السكوتش برايت. طول الفترة ما بين التصنيع والاستخدام بيؤدي الى تكوين اكسيد النحاس وبعض الاتربة والبصمات على النحاس اللي لازم تتنضف كويس جدا قبل عملية الطباعة. بنستخدم السكوتش برايت في عملية التنظيف مع ملمع النحاس. بلاش نستخدم السلك الحديد لان ده بيؤدي الى تكوين اكسيد حديد فوق النحاس، وفي نفس الوقت بيحك النحاس جامد وبيسيب فيه علامات واضحة. زي ما انتم شايفين الفرق واضح اوي ما بين الوش اللي اتلمع بملمع النحاس وظهر البورده. بعد كده ممكن تغسل البورده كويس اوي تحت الميه، وبعد كده بتجيب حته قماشه فيها شويه كحول وتمسح بيها البورده كويس. كده البورده بقت جاهزه للطباعه. من اول المرحله دي ممنوع ان انت تلمس البورده بايدك خالص علشان ما تعملش اثر دهني وبصمات على البورده، هتضايق بعد كده كيف عمليه. الخطوه الجايه بنطبع التصميم على ورق جلوسي خفيف حوالي 130، ومننساش نطبع التصميم في البوتوم لاير عدل، وفي التوب لاير بنطبعه معكوس. بعد كده بنقص التصميم وبنسيب حته زياده كده في الجنبين هنستخدمها بعد كده في عمليه مطابقه التوب لاير مع البوتوم لاير. بنحط الطبقتين فوق بعض وتحت اي لمبه قويه بنتاكد ان النقط متطابقه فوق بعضها. نمسك الورقتين باللزق كويس قوي، وبعد كده نحط البورده في النص ما بينهم نتاكد ان هي متسنطره كويس. تيجي اهم خطوه في عمليه التصنيع وهو عمليه رش المحلول. المحلول اللي انا بستخدمه ده عباره عن 8 سم من الكحول الايثيلي و3 سم من التينر. وليه تستخدم تينر من نوع نضيف؟ ممكن تراجع الفيديو اللي فات هتشوف الموضوع ده مشروح بطريقة اكتر. ياريت ما نرشش كتير قوي عشان خاطر الورق ما تكونش متشبعة بالمحلول جامد، بتأدي ان الخطوط التراكس بيكون فيها نويز. بنضغط بايدينا كويس جدا علشان نشيل فقاعات الهواء المحبوسة ما بين الورقة والنحاس. طبعا بنرش الكلام ده وبنكرر العملية في الوش وفي الظهر. ممكن نستخدم اللامينيتور في عملية الضغط على الورق لو انت مش قادر تضغط بايدك، لكن لو استخدمت اللامينيتور بلاش تستخدم معاه الحرارة. ممكن بمنديل ورق تضغط على البورد من فوق ومن تحت عشان خاطر تشرب المحلول الزيادة اللي ناتج عن الرش، وبنسيب البورد كده لمدة دقيقة ما بين كل عملية ضغط.
الجزء اللي فات ده كنا بنناشف البوردة كويس جدا بالاستشوار قبل عملية ازالة الورق. هنا بنشوف واحنا بنشيل الورق من الوش والظهر ان كل اللون الاسود نازل على النحاس والورق طالع لونه ابيض، ده دليل نجاح العملية والطريقة احسن من طريقة المكوى او طريقة الدراي فيلم. زي ما احنا شايفين المسارات واضحة جدا والخطوط اللي ما بين المسارات واضحة. تخانة المسار ده الواحد عبارة عن 3 من 10 ملم والمسافة ما بينهم ساعات بتوصل كمان ل2 من 10 ملم. هنا عملت 10 بورد وكلهم طلعوا بنفس النتيجة الجميلة دي وما عدتش فيهم ولا بورد. تعالى ما نشوف النتائج دي كده مع بعض. دول كده شكل البورد بعد عملية التحميض. بالنسبة لعملية التحميض انا مستخدم حمض ال FeCl3. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن الموضوع ده ممكن تشوف الجزء الاولاني، هسيب لينك الفيديو في الديسكريبشن. انا هنا مسحت البورد بقماشة فيها شوية تنر من الوش والظهر، وطبعا زي ما انتم شايفين شكل المسارات جميل جدا وشكل النحاس طالع جميل جدا. هنا في عملية التخريم انا استخدمت بنط كاربايد، دي بنط نظيفة جدا وبتعيش وقت طويل بس بتبقى غالية شوية. لو انت عايز تنجز في الشغل ممكن تحط البرد فوق بعضهم زي ما انتم شايفين في الصورة كده وتمسكوهم ببن من الـ4 اتجاهات وتكرم كله مرة واحدة. نيجي بقى لعملية السولدر ماسك. انا هنا بستخدم الاير براش مع حبر سلك سكرين معدني لونه اخضر وارش بيه البرد من الوش والظهر، طبقة خفيفة جدا وبتكون مخففة بشوية تينر عشان تدي لمعة للبورده. نيجي بقى للنقطة المهمة، ازاي انا بفتح الباتس بتاعت السولدر ماسك. انا بجيب الشريط اللزق البني العريض ده وبعد كده الزق على لوح ازاز كذا طبقة منه، بيكونوا مثلا زي الطوب كده بتاع البنى، واحدة خلف خلاف التانية عشان خاطر اسد المسامات بتاعت اللزق. وبعد كده باستخدام مكنة الليزر ابتدي افتح الباتس دي. دي المكنة اللي تبقى موجودة عند الناس اللي هم بيقطعوا الخشب وبيقطعوا الاكليريك. ممكن انت تجيب برضو واحدة صغيرة عندك في البيت اللي هي 3018، دي مكنة جميلة جدا وهتساعدك في عملية صناعة البي سي بي. بتفتح الباتس دي باستخدام الليزر الموجود في المكنة وبتبتدي بعد كده تلزق اللزق ده فوق البوردة وبتبتدي تمسح بالتينر يفتح لك الباتس. وممكن طبعا تستخدم شريط اللزق ده مع اي عدد من البورد لان هو بيتشال ويتحط فوق البورد، وعملية سريعة جدا وبتفتح الباتس بطريقة سريعة.
ده كان نهاية الجزء التاني، أتمنى أن يكون عجبكم. لو في أي أسئلة ياريت تكتبولي في الكومنت اللي تحت، وإن شاء الله أشوفكم في الجزء التالت، وما تنسانيش في صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.